وردني سؤال أو عدة أسئلة عن موضوع إعطاء الأدوية المضادة للديدان في الفرس الحامل أو اللاقح. فهذه الفرس يفترض عندما نبدي في برنامج التكاثر نعطيها مضاد الطفيليات، مضاد الديدان قبل ما نشبيها، وبعد ذلك لا يفضل إعطاء أي شيء بالأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. لذلك نعطي في فترة قبل شهر من الولادة، ونعطي مادة الايفرمكتين اللي هي تقضينا على الديدان الموجودة بالمعدة وخاصة اليرقات حتى لا تنتقل إلى المواليد الجديدة، لأنها قد تذهب اليرقات وتخترق إلى وصولا إلى اللبأ اللي موجود في الضرع، فقد تأخذ الأمهار الوليدة عند الرضاعة، وبذلك تتعرض الأمهار إلى الإصابة بالديدان الخيطية اللي قد تسبب لها إسهال ومشاكل كثيرة، وقد تصل إلى حالة الفقدان أو النفوق. لذلك يمكن أن نعطي هذه المواد الطاردة اللي هي معظمها صالحة للاستعمال بالفرس الحامل، فنؤكد على إعطاء هذه المادة في يوم أو قبل يوم من الولادة حتى لا ينتقل الإصابة من معدة الأم إلى المولود الجديد عن طريق الحليب أو عن طريق ما يسمى باللبأ الكولوستروم اللي هو أول حليب بعد الولادة. لذلك ممكن نعطي مواد مضادة للطفيليات ومنها الايفرمكتين والإيكوفالان وغيرها، ما نريد احنا نكون أداة للدعاية للشركات، ولكن الشركات أبدعت بإنتاج هذه المواد المهمة اللي قد نستعملها في الفرس الحامل. شكراً.